قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن جمهورية زامبيا فتحت اليوم بالرباط سفارة لها. كما قال بوريطة إن زامبيا ستفتتح في الأيام المقبلة قنصلية لها في منطقة مهمة في المغرب. وأضاف بوريطة أن بين زامبيا والمغرب تعاون دبلوماسي قوي في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة، مشددا على أن التضامن هو عنوان العلاقات الثنائية بين البلدين. كاين تعاون مهم على المستوى الدبلوماسي. زامبيا كانت دائما داعمة لمواقف المغرب حول قضية الصحراء المغربية، وسواء في الاتحاد الإفريقي أو في الأمم المتحدة، وزامبيا دائما كتوقف بجانب المغرب في كل هاد القضايا. لهذا فالتضامن هو السمة، هي العنوان للعلاقة الثنائية. التضامن اللي عبرت عليه المملكة المغربية بتعليمات من جلالة الملك مؤخرا بإرسال مساعدات طبية إلى جمهورية زامبيا في إطار مكافحة أو وباء الكوفيد 19، وكان زامبيا من الدول 22 اللي استفدت من هذه الالتفاتة الملكية في هذه الظرفية الصعبة اللي كانت كتعيشها الدول الإفريقية. اليوم فتح السفارة يقوي العلاقات ويخلق واحد القناة للتواصل بين البلدين ولتطوير العلاقات في كل المجالات الاقتصادية، السياسية، وكذلك الإنسانية، من خلال تسهيل تبادل الخبرات بين البلدين. في الأسبوع المقبل يمكن تكون مرحلة أخرى كذلك من خلال تعزيز تواجد الدبلوماسي والقنصلي لزامبيا في المغرب في منطقة مهمة من مناطق المملكة المغربية.